أن السندريلا لم تنتحر. وقفت بثبات وقالت أن السندريلا انتحرت، هذه هي الحقيقة ولا شيء غير هذا هو الحقيقة. الآن نحن نستضيف ممثل كل من هذين الفريقين، نستضيف الدكتور عصام عبد الصمد ونستضيف السيدة نادية يسري، ونبدأ حوارا مفتوحا من القلب لكي نجعل المشاهد يعيش معنا تلك اللحظات ويستنبط بنفسه ما غمض بشأن هذا الحادث المأساوي. نرحب بكم في هذا البرنامج. نبدأ بالدكتور عصام عبد الصمد. دكتور عصام، أنت قلت منذ البداية أن سعاد حسني لم تنتحر، فما هي أسبابك لكي تقول هذا؟ لا، خلينا يعني إيه أصلح حتة في البداية قبل إيه، قبل ما ندخل ونغمق في الموضوع. أنا عمري ما قلت كده. أنا اللي أنا قلته إن أنا ما أعرفش سعاد حسني ماتت إزاي. كويس. ودي تختلف كتير جدا عن إن أنا قلت إن هي لم تنتحر. جميل. وده الفرق بيني وبين نادية. كويس. نادية عمري ما في حد فينا يعني اتهمها بأي شيء. نادية طول عمرها ما كانتش متهمة. هي كانت شاهدة أولى. بس اللي أنا بقوله إيه الفرق بيني وبين نادية الآتي. نادية بتقول سعاد حسني انتحرت. أنا بقول سعاد حسني جايز انتحرت. ده الفرق بين الاتنين. لأن اللي حصل يوم 21 يونيو يوم ما ماتت سعاد حسني وقعت من بلكونة نادية يسري، ما كانش في حد معاها. نادية بتقول طبعا ان علشان خاطر الدبريشن اللي كان عندها او الاكتئاب اللي كان عندها. انا عايز اقول برضو كطبيب ان الاكتئاب دوت ما يعني ما كانش اكتئاب يعني حصل فجائي، ده اكتئاب عندها من سنين وسنين. اشمعنا اليوم دوت اللي هي تنتحر فيه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اذا كانت هي عايزة تنتحر تنتحر بإلقاء نفسها ليه؟ وهي عندها حبوب ممكن تاخدها وتنام وتموت معززة مكرمة، وخاصة ان الحبوب دي بتاخدها من سنين برضو. الشيء الثالث ان ما سابتش ورقة مكتوب فيها ان هي هتنتحر. فالحاجات دي كلها بتخليني اقول اللي حصل ممكن يكون انتحار، ممكن يكون قتل، او ممكن يكون حادث عارض، والله اعلم طبعا. فده بس انا عايز اوضح الموضوع ده ليك في البداية علشان خاطر يعني ما نتشابكش بطريقة مش مظبوطة. طب اذا انت تتحدث عن انه لماذا هي انتحرت وانت تعلم كطبيب انه مريض الاكتئاب يمكن ان تصدر عنه اي افعال غير محسوبة بمنطقنا نحن، بمنطق من هو غير مصاب بالاكتئاب. اي طبعا طبعا انا فاهم الكلام ده كويس جدا. بس هم اغلب الجماعة اللي عندهم الاكتئاب وبينتحروا طبعا نسبتهم قليله مش كبيره، النسبه حوالي 15%. يعني مش كل واحد عنده اكتئاب بيروح يرمي نفسه من البلكونه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيبقى عندهم علامات وشواهد بتبين ان هم هينتحروا، بتبقى فتره معينه، ممكن تكون فتره اسبوع، ممكن تكون اسبوعين، ده من الناحيه الطبيه يعني. الفتره دي بيسموها اطباء علم النفس، انا مش طبيب علم نفس زي ما سيادتك عارف، بيقولوا عليها فتره الحضانه. فبيبقى المريض له شواهد معينه بتقول ان البني ادم دوت يعني هينتحر او 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 شيء بهذا القبيل. زي ما سيادتك عارف ان سعاد حسني لما ماتت حوالي الساعه 9 و10 بالليل يوم الخميس في اليوم اللي احنا بنتكلم عليه دوت، هي اتصلت بيا قبلها ب 30 ساعه، ب 30 ساعه بالظبط، وكانت اخر مكالمه تطلع من التليفون بتاعها. المكالمه ديت كانت عاديه جدا، كانت بتسلم عليا لان انا كنت عيان، وطبعا ما حسيتش ابدا من نبرات صوتها ان هي يعني مقدمه على الانتحار بعد 30 ساعه. فهل يا ترى في الفتره هي بتكلمني فيها كانت عارفه ان هي هتموت بعد 30 ساعه ولا لا؟ الله اعلم. على ذكر ال 30 ساعه دي، دلوقتي من المهم جدا الفتره التي سبقت الحادث، الساعات القليله اللي قبل الحادث. هناك دائما علامات استفهام وشكوك حوالين ما حدث بالضبط خلال هذه الفترة. تقدري تحكي لنا ايه اللي حصل قبل ما تروحي للسكول الكورس الكوليدج ولما جيتي؟ الفترة دي مهمة جدا بالنسبة لك. اولا سعاد اول ما رجعت من الهيلس فارم كانت سعاد تانية خالص. تمام. كان الدبريشن عندها عالي جدا، اولا مش كانت عايزة تتكلم خالص. وكانت حاولت معاها عشان تقولي في ايه، مش كان راضي تقولي خالص.
تليفونات ابتدى يرن في الموبايل وسمع الموبايل ومش بترد خالص على الموبايل. وبعدين الشقة عندي مش كبير دي، راحة جاية ماشية، راحة جاية راحة جاية، يعني تحس انه في حاجة كبيرة قوي في مخك بتفكر فيه. ما سألتهاش ايه كتير كتير كتير، وعشان احنا متعودين مع بعضينا لما يكون واحد مننا زعلان فبنسأل so many times، بعد كده ايه بنسيب على اساس انه بعد كده شوية بعدين هنقول لبعضينا اللي في مضايق. فيومها صحيت وعملت لها الفطار، وكنت انا مسجله برنامج حلو قوي قوي اسمه الغنوايه الغنيوه something like this. فلما رجعت من الهيلث فارم قلت لها اتفرج عليكي، لا مش عايز اتفرج على حاجه خالص. يعني كان عندها مشكله بتفكر فيها؟ اه كان قال لها كانت خالص مش سعاد يعني. حتى كان دايما تحب تشوف اللي متكتب عنها في الجورنال. فانا لما كنت في مصر قبليها بفتره لقيت حته متكتب عنها حلوه قوي قوي. فلما اجي برضو من الحلس فاهم قلت انا لقيت حاجه متكتب عنها جميله جدا ولازم تلاقي، مش عايزه اقرا ولا عايزه اعرف ولا عايزه اسمع. ف it was different personality خالص يعني. المهم فيومها عملت لها الفطار وفجاه كده كان 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 جايبه الشانل بتاع تونس، كان عيد ميلاد اظن عبد الحليم حافظ. فانا كنت جوه بذاكر وهي كانت قاعده هنا وشغاله تونس وانا سامع طبعا كل البروجرام. ولما خلص البروجرام وبتاع يلا نجي تعالي نتفرج على البروجرام اللي انت سجلتي الغنوايه. فاجينا قعدنا، كانت هي قاعده هنا في اخر الصوفة وانا جنبيها وشغلنا البروجرام. فالبروجرام كان جميل بيحكي عن حاجات مش معقولة يعني. فقلت لها شايفة سعاد سوري قبل كده في غناوة ليها بتقول بنوا على أصلكم بنوا. الغناوة دي شغلتها باكورد اند ريوايند وفورورد ريوايند، رجعتها أكتر من مرة، رجعتها 20 مرة 20 مرة وده كله هي سعاد بلانك يعني مش في اي اكسبريشن على وشها خالص. طب ده ما انت ما سالتهاش، كان واضح كده فعلا ان هي كتير 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 ما قالتلكيش خالص. فقالت لي بعدين هنتكلم، بعدين هنتكلم، بعدين هتعرفي. المهم اتفرجنا على البروجرام وقلت لها شوفي الناس اللي بيحبوك ازاي سوسو بتاع. فبصيت لقيت دموع في عينيها وراحت حضناني كده وقالت لي انت كمان بتعيطي؟ قلت لها انا انت عارفه انا بحبك قد ايه؟ قالت لي وانا كمان يا نجم بحبك قوي 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 قوي. معلش سوري الحته دي اصلها على طول في مخي. بس وانا لو مش كان عندي الاكزام يومها مش كنت خرجت خالص يعني. كان عندك امتحان. فالمهم ايه لبست وقلت لها عموما ايه بالليل لما اجي هتحكي لي كل حاجه في مخك انت في ايه. قالت لي خلاص بالليل لما تيجي هتعرفي. ونزلت رحت الكوليدج ورجعت 9:10 بالظبط قبل ما عملت باركن العربيه ورا. وانا دايما يوجوالي بستعمل الباب اللي عند الجراج. فبصيت لفوق كده اوتوماتيك انا لونج سايدد يعني بقى اشوف من بعيد. فلقيتها واقفه في البلكون. فحتى قلت لنفسي بالانجليزي الله ده هي يعني شوف ازاي جميل ومستنياني في البلكون. بس واخدت الليفت وطلعت فتحت الباب يا سوسو يا سوسو. فانتوا طبعا شايفين الابارتمنت عندي، اول ما بتدخل من الباب بتلاقي البلكونه في وشك. فمش لقيتها في البلكونه فقلت يمكن راحت التواليت ولا بدروم ولا ورا. فدخلت مش لقيتها مش عارف. فلقيت ايه كان لما هي عايزين قاعد معايا في جنوري
كان جايبة ترابيزة، وكانت ترابيزة ده ملفلفة بكورد كده ملفوفة بحبل ومتربطة يعني مش فلقيت الترابيزة متفردة في البلكوني وفي واحد كرسي وراها، وباب البلكوني بيتقفل على هنا على جوه مش على بره. فقلت لازم كان ازق جامد الباب، لان الكرسي من ورا الباب مزنق الباب اكتر على فعملت انا سليم يعني، فزنقت نفسي كده لغايه ما ايه خرجت البلد. طبعا كل ده مش عارف مش 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 في مخي خالص، حتى السؤال الله طب ما تقف البلكوني فينا مش اجى في مخي خالص. فانا عندي ناس علشان البيجن الشبكه بتاعت الحمام فببص انا دايما ابص لربنا كده، فلقيت الشيد هنا اغمق من هنا فاوتوماتيكالي حطيت ايدي كده، فايدي عدى في فتحة فاوتوماتيكالي برضو رحت باص فطبعا لقيتيها. طيب خلينا نتكلم على انه انت بتقولي الفترة اللي هي رجعت من المصحة، رجعت امتى من المصحة؟ والله هو في ديسبيوت انه مونداي اور وينزداي والبتاع، فبلاش نتكلم في الموضوع ده خالص. يعني حكايه انها رجوع المصحه اصل ده بطلع. انا في رايي مش بيعمل اي فرق. لا انا اصل هم كانوا عايزين يبينوا للكورت ان انا بكذب. لا خلاص احنا دلوقتي الكورت خلص وما فيش موضوع لا قضائي. لا ما احنا ده بيجي في يعني في انا بس الحديث. كل اللي بقوله انه الفتره اللي يفرق يوم انها قعدت معاك يوم عن يومين عن ثلاثه. في ايه؟ هقول لك لانه اذا كان عندها مشكله وهي صديقتك لفتره طويله وده شيء معروف كان ممكن تحكي لك عنها، انما لو تقعد يوم واحد ما تلحقش تحكي لك عنها ما تقدريش تاخدي منها ايه اللي مضايقها وايه اللي هو السبب الحقيقي اللي احنا بندور عليه اللي ادى للانتحار. والله الاختلاف في اليوم ده مش انا بالنسبه لي انا مش عامل اي فرق. يعني انت مش فاكره انت لا. اللي هي جت امتى لا. من المصحه او ما جاتش؟ ممكن يكون ماندي ممكن يكون وينزداي، بس خليها كده مفتوحه وخليهم يصدقوا اللي هم عايزين وانا اصدق اللي انا عايزه. لا ما هو خلاص دلوقتي ما عادش في قضيه. لا ما مش يعني حكايه قضيه، ده حكايه هم مصدقين ايه او عايزين يصدقوا ايه وحكايه الحقيقه. لا ما هو دلوقتي يعني انت بتكلمي دلوقتي معانا ومع الناس، فقولي يعني اذا هم مصدقين ان دي نقطه مهمه جدا انت تقدري تقولي فيها اللي الشيء المنطقي اللي الناس يصدقوه. انت فاكره ولا مش فاكره؟ لا مش فاكره. طيب دكتور عصام عندك سؤال فيما يتعلق بالروايه اللي حصلت اصل الروايه دي مش جديده. انا فاهم انا سمعناها كتير. لا هي انا ما عنديش يعني اي مشكله في الروايه دي. في الحقيقه بعد ما سعاد ماتت بكذا ساعه يعني تاني يوم انا مش فاكر كان الساعه 11 ولا حاجه كده اتصلت بناديه، وبعدين لقيت ناديه طبعا في على التليفون يعني عماله بتعيط وتصوت وبتاع. قلت لها يا ناديه انا عرفت نفسي لان انا كنت يعني عمري ما شفت ناديه قبلها، دي كانت اول مره على التليفون مع ناديه، مع ان طبعا انا عارف ان ناديه صاحبه سعاد. نعم. يعني سعاد قالت لي ان ناديه صاحبتي. نعم. وقالت لي ان هي لما هترجع من المصحه هتنزل على ناديه، انا عارف القصص دي كلها. كويس. فلما كلمت ناديه لقيتها طبعا في حاله هستيريه غريبه. فقلت لها انت عايزاني اجي لك يا ناديه؟ قالت لي اه تعال. انت كنت بتتكلم بناء على انك عرفت خبر